السلام عليكم ورحمة الله، ازيكم شباب؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا بخير. النهاردة هنعالج مع بعض مشكلة ان انت تكتب لينك للصورة والصورة مش عايزة تظهر معاك. تعالوا بينا نشوف المثال ده. انا هقدد في الدرس بتاع النهاردة موقع اوبر، فانتوا زي ما انتوا شايفين انا عندي هنا البوكس ده، وعندي ورا هنا عندي خلفية. تمام. طيب خلينا نشوف المثال اللي انا عامله. لقيت دي طبعا حاجه ممكن تحصل معانا كلنا، ان البوكس ده ظاهر بس الخلفيه اللي وراه مش ظاهره، ولقيت الصفحه كلها طلعت لي فوق. يلا بينا نعالجها واحده واحده. اول حاجه نقفل الصفحه دي علشان ما نتلخبطش. احنا كده دلوقتي عايزين نظهر الصوره اللي في الخلفيه. تمام تمام يا شباب، دلوقتي نشوف الملفات بتاعتنا ونشتغل عليها. معانا ملف ال CSS بتاعي وال HTML. ال HTML طبعا انا لازم استدعي فيه ان هو يشتغل على ملف ال CSS. تمام. هو من هنا بقول له CSS واسم الملف اللي انا عايزه. اكيد كلنا عارفين الموضوع ده. طيب في ال CSS انا قايل له الهيدر او ال ID اللي هو بتاع الهيد ايمج، حطيه الباك جراوند بتاعته الصورة دي. بس الصورة دي خدوا بالكم خاصة بالموبايل، فأنا عايز أفهمكم من الأول إن أنا عامل تحت في الميديا كويري إن لما الشاشة تزيد عن 700 بيكسل تحط لي صورة حجم مختلف. تمام. فاحنا دلوقتي هنعالج الموضوعين. طيب دي بالنسبة للحجم الصغير، فاحنا نصغر كده ولازالت مش ظاهرة. اوكي. طيب أول حاجة عايزين نعرفها إن علشان تحط صورة في الباك جراوند لازم إنك تحط لها هايت. فانا هحط لها هايت مثلا، بالنسبه لي هحط ايه 80 في اتش مثلا، وسايف. الصوره ما ظهرتش برضو، بس بصوا خدت مساحتها. طب كده بقت المشكله التانية في اللينك. طيب اللينك بقى عايزين نفهم حاجه مهمه جدا 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 في اللينك. احنا كده خلصنا اول شرط اللي هو تحط هايت للباك جراوند ايمج. اللينك بقى بتاعها لازم نفهم احنا البنية بتاعت ال HTML عاملة ازاي. فانا عندي، انا دلوقتي شغال على ملف ال CSS. CSS اللي هو جوه فولدر اسمه CSS. طيب علشان استدعي الايمج لازم اعمل ايه؟ تخيلوا ان انا هنا على الفولدر ده، من وانا هنا يا جماعة علشان اروح للايمج بعمل ايه؟ بروح جاي راجع خطوة، فاروح هنا بروح بعديها جاي داخل جوه الايمج واختار الصوره اللي انا عايزها. فاحنا لازم نعمل كده جوه ملف ال CSS. نروح لملف ال CSS ونجيب برضو هنا الصوره جنبينا. طيب نمسح ده كده كله. خطوه ان انا ارجع باك سبيس ورا من ملف ال CSS اللي انا شغال عليه ده، ان انا اروح جاي عامل نقطتين سلاش، هلاقي الفيرجوال بيزك اوتوماتيك فتح لي لسته اهو ال HTML اهي، وكل الفولدرات اهي. عايز بقى تخش في انهي فولدر اقول له الايمج، عايز تجيب انهي صوره، الصوره الصغيره بتاعت الموبايل. اوكي جميل، نسيف الصوره اهي. تمام. طيب نيجي نكبرها، الصوره تختفي. ليه؟ لان لازم نعمل نفس الخطوه تحت، ان احنا نقول له نقطتين سلاش، نقطتين سلاش رجعتني خطوه ورا، واهي نفس ايه الصوره اللي انا عايزها. طيب هعمل لها سيف، هتطلع لي. تمام. بس خدوا بالكم ان هي هتطلع لي هتاخد انهي هايت، هتاخد الهايت اللي اوريدي موجود. طيب انا عايز اعمل لها هايت تاني لما الشاشه تزيد عن 700 بيكسل، يبقى انا ازود لها هنا تاني هايت. انا تقريبا كتبت هايت غلط، بس هو البرنامج يعني اوتوماتيك بيطلع لي الليست. تمام. المهم انا عملتها 750 وسيفتها، طلعت لي بالشكل ده. طيب الموضوع ما خلاص، تابع معايا لحد الاخر. احنا عايزين نفهم كل الحالات. تمام. علشان نفهم انت ازاي بتستدعي الصوره، وازاي ملف ال HTML و CSS بيفهمك وبيفهم انت عايز توصل ليه. تعالوا بقى نعمل ايه، نطلع الصورتين دول بره هنا جنب ال HTML. اوكي. في ساعتها هي اختفت، نيجي نكبر اختفت تاني. طيب ليه بقى؟ لان انا شغال على CSS. اوكي.
شغال على CSS اللي هو هنا، المفروض اعمل ايه؟ ارجع خطوة، ومش محتاج بقى ادخل جوه الايمج، محتاج اجيب الصورة على طول، وبالتالي نروح ننفذها في الملف بتاعنا. دلوقتي ده الحجم، خلينا على الحجم الصغير الاول. يبقى انا محتاج اشيل تعالوا نعملها من الاول مع بعض علشان يعني تكون واضحة للكل بجميع المستويات. فانا في ملف CSS محتاج اعمل ايه؟ ارجع خطوة لورا اللي هي نقطتين سلاش، طلع لي ال HTML وكل حاجة والصورتين، طلع لي كل حاجة جوه ليه لما رجعت خطوة ورا. فانا اختار الصورة الخاصة بالموبايل وادوس سيف، طلعت لي الصورة اهي. نفس الكلام هنعمله تحت، مجرد ان احنا نشيل كلمة images ونسيف ونكبر اهي الصورة. طيب نعمل حاجة تانية مهمة جدا برضو من جوه ال HTML. تعالوا بينا نمسح، ناخد ال، ممكن نخلي 700 دي، خلينا ناخد الأساسية اللي هي على المقاس الصغير، ونروح جايين عاملين ايه جوه ال HTML. ده اسمه head image، نروح جايين نعمل بحث فين ال ID بتاع head image اهو، تمام. ونروح جايين حاطين له ستايل، ونحط الستايل ايه بتاع الباك جراوند، نتأكد الدنيا سليمة. تمام تمام اوكي. اها الاول احنا عايزين نسيف هنا عشان الصورة تختفي. اوكي وتعالوا نمسح ده جوه، ونفكر مع بعض احنا ازاي نستدعي الصورة من داخل ملف ال HTML. طبعا لو سيفنا الصورة اختفت لان هي مش موجودة في ال CSS ومش موجودة في ال HTML. طيب تعالوا نرجع للفولدر بتاعنا تاني، عندنا الاندكس هنا اللي هو ال HTML index.html اللي انا اوريدي شغال عليه. طيب الصورة بالنسبة للاندكس فين؟ جنبها على طول. في الحالة دي انا مش محتاج اعمل اي حاجة غير ان انا اجيب اسم الصورة هنا واحطه. هو بيبدأ بإيرنر مثلا، فاحنا نجرب كلمة إيرنر. هو جاب لي ايه الصورتين اللي اسمهم إيرنر. لو البرنامج عندك ما بيعملش الموضوع ده، انت تروح بكل سهولة، انت عايز دي بتاعت الموبايل، تروح جاي اخد كلها بالارتباط بتاع اللي هو بي ان جي، وتروح جاي حاططها جوه اليو ار ال هنا، ونجيب هنا اهو نعمل سيف ظهرت. تمام طيب تعالوا نعمل حاجة، تعالوا نعمل حاجة جميلة جميلة. احنا كل ده بنجرب يا جماعة عشان انا عايزكم تفهموا البرنامج بيترجم الكود بتاعك لإيه. طب تعالوا نرجع دول تاني جوه. ماشي ايه اللي حصل؟ اوه الصورة اختفت ليه؟ هنعمل نقطتين سلاش. فكر معايا، 1 2 3. لا دلوقتي ال HTML عندي موجود، تمام، مش محتاج ارجع خطوة لان هو اوريدي انا نقطة الصفر بتاعتي من عند الاندكس. تمام يبقى انا محتاج اعمل ايه؟ اخش في الايمجز على طول، مش محتاج ارجع ولا اعمل اي حاجة. تعالوا نمسح دي كلها برضو علشان يبقى الشغل على نضيف. محتاج ادخل في ايمجز على طول اهو. بص مجرد ما كتبت اي ام هو جاب لي الفولدر اللي موجود بيبدأ باي ام ناحية الاندكس الايمج، جاب لي اهو كل الصور موبايل، هدوس اس كنترول اس الصورة ظهرت. واخدين بالكم ممكن نعمل كنترول زد، ممكن نعمل كنترول زد هنا كنترول اس عشان تختفي اهي. ماشي مجرد ما جبنا موبايل وسيفنا الصورة ظهرت. جميل يا شباب، اتمنى تكونوا فهمتوا. طبعا انا لا احبذ ان انا احط ستايل هنا يعني، لان هو في الحالة دي مش محتاجينها، فانا شايف نرجع كل حاجة لمسارها الطبيعي. طبعا في CSS مراجعة سريعة، نرجع موبايل. اوكي اوكي تمام يا شباب، وكذلك مع اللينك التاني نفس الكلام. اتمنى يكون الدرس جميل يا شباب وبسيط ومفهوم. حاولت
يعني اعمله بكذا اسلوب وبكذا طريقه علشان نفهم احنا الكود بتاعنا الكمبيوتر بيفهمه ازاي وينفذه، فبالتالي احنا نقدر ندخل كل حاجه بطريقه صحيحه. اتمنى يكون الفيديو عجبكم ويكون واضح. لو في اي حاجه محتاج تتناقش فيها او مش فاهمها اكتب لي في الكومنتات، لايك طبعا وشير وسبسكرايب بتاعك الجميل، واشوفكم على خير في الفيديو التاني. مع السلامه.